طاري واحد هو سيسي كان يبقى مكانه احمد جعفر. نعم. ربما كان ده يخلي الشكل في الدقائق الاخيره افضل. لكن الاهلي تغييراته كانت يعني افضل، وبعد الهدف طبعا الثقه زي ما انت عارف المسائل واقعيه، هو بيبحث على الفوز فنزل العناصر اللي توصله ده زي ما حضرتك بتقول كده. هو حاجه بس غريبه يا فتحي بيه، هم اختاروا يلعبوا ضد بعض ازاي؟ مين اللي عمل الفرق الاول؟ مين اللي عمل عليه الفرق الاول؟ يعني من الواضح ان الاهلي ركب فرقته بناء على اللي شايفينه في الكابتن حسن شحاته. وده اللي قاله الكابتن محمد يوسف. وده اللي قاله، لكن مش الكابتن حسن شحاته اللي عمل، لكن برضه الكابتن حسن شحاته عمل فرقته رؤيه في الكابتن حسام بدر. الاثنين فكروا صح، بدليل ان الزمالك لما عمل ثلاث ديفندرات ان الاهلي لعب 4-2-3-1. نعم. في الثلاثه دول كانوا عاملين مشكله للكابتن حسن شحاته اللي هم هربانين تحت عباد متعب، فعشان كده عمل لهم ثلاثة من نص الملعب عشان اللي يسقط فيهم يتمسك من الظهر، يعني حالة عكسية دفاعية بالمشقلب شوية. نعم. لكن برضو يتمسك، بدليل ان كانت الالتزامات الدفاعية لابراهيم صلاح مع ابو تريكة مثلا، بركات كان بيقابله نور السيد وان كان بالتبادل مع عبد الشافي، ومندومو كان بيقوم بالناحية العكسية برضو بيقابل وليد سليمان شوية قبل ما يوصل لأحمد سمير. دي كانت مناطق اللعب، مين اللي تفوق في المناطق دي؟ فضل الموضوع اكوال او سجال او بين الاثنين لحد ما زي ما حضرتك بتقول التغييرات غيرت شكل المنطقه دي بالظبط، فهي اللي عوجت الميزان وادت القوه بشكل مختلف. مزبوط. الميزان اتغير بسبب التغييرات في المباراه. صحيح. وان كان في الاخر لازم نحسبها ان الموضوع كانت مباراه ممله جدا من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه كوميديه جدا، لعيبه بدنياتهم محدوده جدا، كل لعيب بيجري، يعني انا اعتقد النهارده اللعيبه اكتر واحد عامل له 6 كيلو كابتن مدحت. مين في رايك افضل لعيب الزمالك النهارده؟ افضل لعيب نادي الزمالك النهارده او اتنين لعيبه؟ انا اولا كنت بتفرج على الماتش، لازم اقول لك ان هم طبعا كلهم بيسلموا مع كابتن احمد رفعت. وده راجل كابتن كبير قوي، بيتفرج معاك على المباراه، جه في البيت اتفرج معايا. وهو راجل له حكيم في رؤيته للمباراه وتوقع سيناريو المباراه. وقال لي بالظبط كده، واتكلمنا وكان معايا اولاده خالد وميدو كانوا عندي بيتفرجوا، وكان معايا ابن عمتي التاجوري برضو انت تعرفه. لان هو زملكاوي قوي. فقعدنا اتفرجنا على المباراه، لكن السيناريو زي ما قال فتحي بيه متكرر. الزمالك دايما في اللحظات الاخيره بيفقد التوازن، والدفاع بتاعه بيهتز تماما، حتى عمليه التركيز بقى، انا بنهي مباراه، انا بفنش مباراه، تلاقي التركيز وقع عكس لعيبه النادي الاهلي، اتعودوا الوقت ده اللي بيكسبوا فيه. برغم ان دي فرصه وحيده يا كابتن تقريبا. حلوه قوي. تقريبا. يا كابتن فرصه حقيقيه. انت برضو في الاخر بعد 10 ايام مش هتفتكر سيناريو المباراه، هتفتكر النتيجه. طب ما قلتليش مين النتيجة. افضل اثنين لعيبه موجودين؟ انا شايف ان بجد احمد سمير، محمد ابراهيم، لعيبه كان عندهم وعي التواجد في المباراه، في لعيبه ما كانتش موجوده في الماتش، في لعيبه ما جاتش، يعني بركات لازم تستغرب. ما انا هروح للاهلي لازم تستغرب. لا انا بتكلم على لعيبه ما جاتش في المباراه، كانت موجوده في الملعب. صحيح. لكن وجودها كان شبه معدوم، كانوا مستخبيين. لكن انا شايف احمد سمير، محمد ابراهيم، وبالتاكيد محمد عبد الشافي. اوكي. التلاته دول هم الافضل، كانوا هم ليهم شخصيه في المباراه. رغم ان انتاج احمد سمير لم يوفق في حاجات كانت حاسمه، بس دخل في مناطق حساسه. برافو عليك جدا. برافو عليك. وده الروح، حتى احنا شفناه انه راح ناحيه الوينج ليفت واخترق من ناحيه الوينج ليفت، ولعب بشماله على الجول ولعب بشماله. صحيح. يعني المحاولات الايجابيه بتاعته كان في محاوله. طيب بالنسبه للاهلي يا استاذ فتحي، هل هناك لاعب ظهر قدامك او اتنين؟ يعني انا ما شفتش في الزمالك برضو حاجات، يعني احنا عايزين برضو يعني قبل ما نفنش، يعني تقييمنا الفني يجب ان ينطلق من معايير معينه قلناها قبل كده، ظروف المباراه، ولابد برضو ان نؤكد على انه يعني هذا الفارق الهدف الواحد لصالح النادي الاهلي لا يعني ان الزمالك كان في حاله يرثى، الفريقان كانا في حاله يرثى، ولكن خبره ابو تريكه وتوفيقه حسمت المباراه. صحيح. لازم الخص الموضوع كده. مظبوط. هي دي حقيقه، يعني خبره ابو تريكه وتواجده في مكان كويس وكره عبد الله السعيد هي دي، واتقان كرة عبد الله السعيد، واتقان كرة واتقان ابو تريكة، هذه هي المباراة. صح. في المقابل كان في فرص كتير للزمالك، فمن ما نعملش لا يعني لا الليلة على مباراة ما كانش فيها حاجة. صحيح. لكن ثلاث نقاط مهمة جدا جدا الاهلي بتحطه في المقدمة، زي ما سيادتك بتقول ممكن يبقى اول المجموعة. نعم. عشان كده انا هقول ان ابو تريكة هو يعني رغم انه ما كانش متواجد بشكل كبير، ومعظم مفاتيح النادي الاهلي اللي كانت بتثير الذعر سابقا في دفاعه ما كانتش موجوده. صحيح. بتتكلم عن سيسي انه كان في احضان الفرقه الدفاع. نعم. عماد متعب انا ما شفناهوش برضو كان خالص، يعني كان بعيد. يعني التركيز الدفاعي للاثنين مدربين
ورقابة المفاتيح شلت الحركة وأضافت شللا جديدا لمباراة يعني الظروف أدت إلى شللها الأكبر. فبالتالي أنا شايف إنه أبو تريكة يعني هو الأفضل. وبرضه من سعد معوض كان يعني ووليد سليمان وشوف على فضيل رغم إن هو راجع لكن برضه كان شريف يعني شايف إنه برضه أدى بعيد. طيب كابتن أيمن معاك الجدول بتاع ترتيب المجموعة الأولى وترتيب المجموعة الثانية. طبعا الأهلي والزمالك في المجموعة الثانية قول لنا الموقف بعد مباراتين. الأهلي بيتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.